النهارده بنحتفل مع حضراتكم باليوم العالمي للسياحه، واللي بيوافق اقرار النظام الاساسي لمنظمه السياحه التابعه للامم المتحده. السنه دي شعار الاحتفال هو السياحه والسلام، واللي بيبرز دور السياحه في تعزيز السلام والتفاهم بين الامم والشعوب. من غير شك مصر طبعا واحدة من أبرز وأهم المقاصد السياحية في العالم، في تنوع كده في المنتج السياحي المصري ما بين السياحة الشاطئية والبيئية والدينية والعلاجية. هنعرف تفاصيل أكتر واليوم العالمي للسياحة مع دكتور وائل زعير، عضو اتحاد الغرف السياحية. أهلا بك يا فندم، نورنا ومشرفنا، ربنا يخليك. النهارده العالم بيحتفل بيوم السياحة العالمي، والشعار الأكبر هو السياحة والسلام. أهمية الاحتفال بهذا اليوم ومصر إزاي بتساهم في هذا الاحتفال؟ الحقيقة طبعا يوم السياحة العالمي هو عملته منظمة السياحة العالمية في بمناسبة إقرار النظام الأساسي للعمل بالمنظمة. كان بدأ الاحتفال وتحديد اليوم ده تحديدا سنة 1970، وكل سنة بيبقى فيه شعار مختلف لليوم العالمي للسياحة. طبعا اختاروا السنة دي شعار مميز جدا اللي هو السياحة والسلام، لأن طبعا في أحداث مشتعلة كتير في مناطق كتير في العالم، فهم اختاروا الشعار ده بحيث أن طبعا السياحة بحكم التنقل والسفر بين الدول بتعزز العلاقات بين الشعوب، ويعني بنقول بتألف كده، وبيبقى في نوع من أنواع المودة بين الشعوب وبعضها في السفر والسياحة. مصر الحقيقة بدأت من النهاردة بمجموعة من الفعاليات تحديدا في المدن الشتوية زي الأقصر وأسوان. في فعاليات مستمرة لمدة 4 أيام، عبارة عن عروض نيلية في أسوان وعروض للقوات الجوية بالطيران على مستوى منخفض، وده أول مرة بيحصل في مدينة أسوان بحضور طبعا محافظة أسوان. وفي الأقصر طبعا في عروض في الكلورية وتنورة واحتفالات في معبد الكرنك في نفس التوقيت، وده طبعا بيدي دعاية أو ترويج لموسم السياحة، موسم السياحة الشتوية اللي على الأبواب خلاص أو بدأ خلاص بالفعل. طيب واحنا بنتكلم عن منظمة السياحة العالمية، ايه دورها او ايه المنوطه بيه في تعزيز السياحه؟ هي منظمه السياحه العالميه هي اللي بتشرف على السياحه في مختلف انحاء العالم. في نظام وقواعد معمول بيها، وكل الدول العامله بالسياحه او الدول اللي عندها مناطق جذب سياحي بتخضع لمنظمه السياحه العالميه، وبيبقى في نوع من انواع التعاون وتبادل الخبرات بين الدول وبعضها عن طريق طبعا منظمة السياحة العالمية. مصر من أول السنة حتى الآن استقبلت حوالي 8 مليون سائح، في استهداف كده احنا نصل لعدد 15 مليون. بالنسبة للإيرادات وبالنسبة لعدد السائحين لمصر زادت بشكل كبير عن السنة اللي فاتت. تقييم حضرتك كده أوليا يعني على قطاع السياحة والتطوير اللي حصل فيه خلال الفترة الأخيرة لجذب أكبر عدد من السائحين، خصوصا إن احنا يعني في منطقة فيها يعني مشاكل وصراعات وحروب كبيرة جدا. بص حضرتك، احنا العام الماضي اللي هو 2023 كان الأبرز في تاريخ السياحة المصرية. احنا السنة اللي فاتت وصلنا 15 مليون سائح، وده كان أعلى رقم حصل في تاريخ السياحة المصرية. السنة دي لحد دلوقتي احنا تقريبا وصلنا ل 11 مليون سائح. المتوقع ان احنا ان شاء الله بنهاية العام 2024 ان احنا نوصل من 16 ل 18 مليون سائح، ده التوقعات اللي موجودة بناء على نسب الإشغال وعدد الليالي الفندقية المحجوزة. وطبعا احنا داخلين على وقت الذروة في السياحة الشتوية اللي بتتميز بها مصر عن كتير من دول العالم، فبيبقى عندنا نسب إشغال عالية خصوصا في المدن اللي بتتميز بسياحة شتوية زي الأقصر وأسوان، الغردقة، شرم الشيخ، العين السخنة، مرسى علم. طبعا أحد أهم الأسباب اللي عمل طفرة في السياحة المصرية السنة اللي فاتت ومستمرة للسنة دي كان مهرجان العالم عالمين، لأن طبعا عمل طفرة كبيرة جدا خصوصا على مستوى السياحة العربية أو دول الخليج، بقت موجودة بكثافة في منطقة الساحل الشمالي.
وطبعا من دول أوروبا بدأ يجي أعداد كبيرة، ودي بتستقطب فئة السائح اللي هو ذوي الإنفاق المرتفع اللي بيجي في منطقة الساحل الشمالي والقرى السياحية اللي موجودة هناك. فده طبعا عمل نشاط كبير جدا وعمل نسب إشغالات كبيرة، ومستمرين طبعا بقى عندنا الدول اللي بتهتم بالسياحة الثقافية والسياحة الشتوية، بيجي في المقام الأول للموسم الثالث على التوالي السوق الألماني. السوق الألماني أكبر عدد موجود، بيتصدر هو اللي بيتصدر المشهد، وده طبعا طفرة لأن ما كانش بيتصدر المشهد قبل كده. فالثالث سنة على التوالي بقى السوق الألماني رقم واحد في أعداد السائحين القادمين لمصر طول العام. طبعا بنتوقع في موسم الشتاء زيادة في أعداد السائحين الروس وأوروبا الشرقية تحديدا، لأن هم بيبقى فترات إقبالهم على شرم الشيخ والغردقة بيبقى بكثافة في الشتاء. عندنا طبعا أوروبا الغربية زي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بيبقى الإقبال بتاعهم أكتر على السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان والقاهرة، فده متوقع أن يبقى عندنا إن شاء الله موسم شتوي واعد يعني. طبعا احنا يعني دكتور وائل مفيش شك الحقيقه انه مصر بتتمتع بعدد من المميزات اللي يمكن خلتها قبله وواجهه مهمه جدا للسياحه، من كان لو طقس بقى متميز او طقس مختلف طول السنه، في يمكن انواع سياحه كتير جدا، ترفيهيه ثقافيه دينيه علاجيه. الحقيقه يمكن عندنا انواع بالفعل ومنتج سياحي متنوع ومختلف. احنا لسه مكملين كلامنا مع حضرتك يا دكتور وائل، لكن احنا هنروح كمان للاستاذ حسام هزاع الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحيه اللي هيشاركنا كمان حوارنا النهارده. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، انا دكتور حسام مع حضرتك. اهلا يا دكتور، صباح الخير عليك. تحيه لحضرتك وتحيه طبعا لل دكتور وائل زعير عضو اتحاد مصر للغرف السياحيه. طبعا يا اهلا بك يا دكتور. طيب دكتور، احنا زي ما كنا بنتكلم يعني خلال حديثنا مع دكتور وائل، احنا متوقعين من 16 ل 18 مليون سائح بنهايه هذا العام. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل، يعني حسب الخطوات اللي مصر قامت بيها في هذا الملف، احنا بالفعل في ارتفاع عن اعداد السائحين العام الماضي، ايه اللي مصر قامت بيه؟ ايه الخطوات الجديده اللي قدرنا ان احنا ننجز بيها هذا الانجاز، لانه 16 او 18 مليون سائح ده رقم كبير جدا. الحقيقه طبعا هو مصر وضعت خطه استراتيجيه لزياده الاعداد، طبعا الظروف الجيوسياسيه هي اللي حالت دون تحقيق الرقم في السنه دي اللي هو 16 او 18 مليون في 2024، بس ان شاء الله الفترة القادمة مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي والاحتفالات اللي موجودة مع الخطط اللي قامت بيها هيئة تنشيط السياحة متمثلة طبعا في وزارة السياحة والدولة، من يعني هي اللي وضعت الخطة دي والسيد الوزير، في حضور المعارض والبورصات الدولية القادمة بشكل كبير ومكثف، وكانت قبل كده واحنا حتى انا والدكتور وائل كنا في بورصة دبي وفي بورصة برلين مع بعض لتنشيط السياحة ولعرض البرامج والمنتجات السياحية، البرامج السياحية الثقافية في جذب السياحة إلى مصر حسب بقى نوعيات وجنسيات السياح اللي كنا بنتعامل معها كوكلاء. الدولة قامت بزيادة دعم طيران الشارتر ب 100 مليون دولار لغاية 2025، ومع زيادة عدد المقاعد السياحية في الطيران الشارتر لكافة محافظات مصر سواء البحر الأحمر شرم الشيخ جنوب سيناء أو في القاهرة الأقصر وأسوان وكذلك في العالمين وفي برج العرب وحتى في مرسى مطروح، ده كله هيؤدي إلى زيادة الأعداد بشكل كبير جدا. كمان قامت الدولة بتسهيل حصول التأشيرة الإلكترونية لكافة أو عدد كبير من الدول يصل إلى 160 دولة، وده بيسهل في زيادة الأعداد. مع كان في ترويج للسياحة الفترة الماضية، حملة ترويجية كبيرة للسوق العربية ل 365 يوم تسويق، ده برضو هيؤدي الى زياده يعني اسواق جديده وتنشيط طبعا السياحه العربيه وفتح اسواق جديده وخطوط طيران كمان مع دول ووجهات مختلفه في العالم. عايز اسال حضرتك يعني احنا بقى كمصريين السلوك المصري
تجاه السائحين، ودي نقطة دايما بنحب نطرحها، وفكرة التوعية بأهمية السياحة، إنه هذا السائح اللي جاي لي هو ثروة تمشي على الأرض، يعني بينفق وبيفتح فرص عمل كتيرة لعدد من الأعمال المختلفة. شايف إزاي التعامل مع السائحين حصل تطور فيه، حصل وعي أكتر في العاملين في قطاع السياحة أو حتى على مستوى المواطن والشارع؟ الحقيقة طبعا هو في تطور كبير جدا، وفي الهيئات والكيانات الرسمية زي شركات السياحة والفنادق والعاملين فيها واتحاد الغرف السياحية وغرف الشركات دايما بتتطور من سلوكيات التعامل مع السائح والعاملين في هذا القطاع بدورات تدريبية إلى آخره. ولكن في على الجانب الآخر، وده بنسعى له دلوقتي، هو القضاء على السوق الموازية، سواء طبعا ده بيتم حاليا في السياحة الدينية، ويمكن الدكتور وائل يتكلم في الموضوع ده بشكل أوسع لأنه برضو في السياحة الدينية عنده بال كبير وباع كبير. بالنسبة للسياحة الخارجية، احنا دلوقتي الهدف عشان نحسن سلوكياتنا القضاء على السوق الموازية، كل من هو يضع مثلا على الانترنت زي ويب سايت او كونتاكت بيرسون لجذب سياح وهو ليس بكيان، صحيح، وده بيؤدي الى مشاكل كبيره مع السياح، وبعدين لا يحاسب ضريبيا، لا يمثل اي كيان، وما يعرفش حد. دي نقطه مهمه جدا، فده هو اللي بيؤثر على السلوكيات في التعامل مع السياح. تنظيم برضو التاكسي في المطار لازم يكون من خلال ابلكيشن معين، الابلكيشن ده يبقى فيه عليه معروف السائق التاكسي واسمه وكل بياناته الشخصيه، عشان يبقى الكيانات، لان ده هي الكيانات التي ممكن تسيء للسائح، لكن الكيانات الرسميه كلها اللي هي تتبع وزاره السياحه وتعمل في وزاره السياحه طبعا بتخاف على السائح، وهي اللي بتطلع تسوق له وبتدفع الدولة مئات ملايين الدولارات لجذب هؤلاء السياح. ولكن هو في المجمل طبعا الريفيوز اللي موجودة أو الأراء عن مصر من خلال السياح اللي بتنزل مصر بتصل إلى 90-95% إيجابية، وده اللي بيخلي المواقع العالمية والمنظمات العالمية والمواقع الإعلامية السياحية تشيد دايما بمصر كوجهة سياحية في المقام الأول يعني. طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية، شكرا جزيلا لحضرتك. هرجع لحضرتك تاني دكتور وائل، وحضرتك سمعت حديث دكتور حسام، بالفعل مصر كانت يعني بتسير وفق استراتيجية موضوعة بدقة، لأنه السياحة من القطاعات اللي لازم طول الوقت يبقى فيها تطوير، لأنه طول الوقت الدنيا حواليك بتتغير، وطول الوقت السياحة في العالم كله كمان بتتغير، نمط السياحة بيتغير، اللي السائح بيحتاجه بيتغير، فكرة الريفيوز اللي بقت موجودة أو الورد اوف ماوث، الكلمة اللي بتخرج من السائح كفيلة إنها يا تنقلك لمكان أفضل بكتير أو للأسف ترجعك. صحيح. ايه اللي مصر كانت حريصة انها تغيره على مدار السنين اللي فاتت، وايه اللي لسه محتاجينه؟ بص حياتك، هو طبعا احنا الدولة اشتغلت على عدة محاور لما وضعت الاستراتيجية بتاعت 30 مليون سائح بحلول 2030، بعد كده دولة رئيس الوزراء عدلها ل 2028، لان طبعا في خطى متسارعة وفي نتائج ايجابية كتير موجودة على ارض الواقع. المحور الأول اللي اشتغلنا عليه وطبعا كان عائق كبير قبل كده كان شبكة الطرق العملاقة اللي اتعملت، طبعا حطت أماكن كتير في مصر على خارطة السياحة العالمية، سهلت كتير جدا، استحدثت أنواع سياحة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، دي بنروج لها حاليا، زي مثلا الربط اللي حصل ما بين الغردقة والأقصر، فعملنا باكج جديدة ما كانتش موجودة في السوق المصري اللي هي سياحة ثقافية مع سياحة شاطئية. جميل. دلوقتي أنا بقدر أعمل باكج للسائح اللي جاي من برة أنه ياخد السياحة الثقافية بتاعته في الأقصر ويرجع على الغردقة أو العكس، واللي سهل الموضوع الربط اللي حصل بين الغردقة والأقصر. على نفس النسق أو نفس النهج برضو الدولة عملت الكلام ده حاليا، وطرق ربطت ما بين مدينة سانت كاترين ودهب وشرم الشيخ، فأصبح إن إحنا دلوقتي
نقدر نعمل نمط جديد من السياحة بدأنا نسوق له دلوقتي، اللي هو ربطنا السياحة الدينية سانت كاترين مع السياحة الشاطئية مع مشروع التجلي الأعظم. فده مشروع التجلي الأعظم بالمناسبة انتهينا منه تماما في انتظار الافتتاح الرسمي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا مشروع عملاق في أكثر من 14 مشروع لوجستي اتعمل في المنطقة. الربط كمان اللي حصل ده هيخلينا نعمل نوع جديد من السياحة، اللي هي سياحة دينية مع سياحة شاطئية، لأن المدينة مربوطة دلوقتي بالطرق ما بين دهب وشرم الشيخ. فطبعا كل الحاجات دي بتروج لمصر بشكل كبير. كمان المحور الثاني اللي اشتغلت عليه الدولة بكثافة اللي هو زيادة عدد الغرف الفندقية. وصلنا دلوقتي تجاوزنا 250,000 غرفة، ودولة رئيس الوزراء وعد ان احنا على 2026 او 2027 هنكون انتهينا من 200,000 غرفة تانية، لان العدد ده اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نستوعب ال 30 مليون سائح لازم يبقى عندنا على الاقل 450,000 غرفة فندقية. شغالين على محور ثالث لسه اللي هو محتاج شوية شغل شوية، لكن بدأنا فيه بالفعل، اللي هو اسطول النقل السياحي بتاعنا، لانه هو من 2011 ما تمش تحديثات فيه وما تمش تجديدات فيه وما تمش إضافة أعداد كبيرة. بدأنا من كام سنة، من سنتين ثلاثة ننزل أعداد، لكن لسه محتاجة تزيد عشان تستوعب عدد السائحين المستهدف إن شاء الله. جميل. إلى جانب تحديث أسطول النقل السياحي داخليا، كمان استحداث خطوط الطيران الشارتر، ودي مهمة طبعا جدا، لأنها بتسهل تدفق السائحين بتذاكر يعني مخفضة بتشجعهم ان هم يجوا السوق المصري. حضرتك متخصص شويه في السياحه الدينيه وربط السياحه الدينيه بالسياحه الترفيهيه والشاطئيه، وده نمط جديد ومهم لاي سائح جاي من اي مكان في الدنيا ان يشوفه في مصر، تجربه سياحيه ممتعه ومختلفه. كمان عندنا نمط السياحه العلاجيه، واحنا حتى الان هذا النمط يعني لم يكتشف بعد، او مع ان عندنا يعني كنوز خاصه فيما يتعلق بالسياحه العلاجيه. خلينا نقول ان طبعا المزيج السياحي المصري متفرد على مستوى العالم، يعني ما فيش دولة في مصر عندها المقاومات السياحية في مصر. السياحة العلاجية لسه ما خدتش حقها على خارطة السياحة المصرية بالشكل المطلوب، زي مثلا كان سياحة المهرجانات بدأنا نركز عليها كويس وعملت نجاح كبير جدا في العالم عالمين وسوقت لمصر بشكل كبير. السياحة العلاجية بدأنا مؤخرا يبقى فيه اهتمام من الدولة بان احنا طبعا التطوير اللي حصل في منطقه سيوه اللي هي بنقول عليها دره التاج في السياحه العلاجيه في مصر. سيوه بيجي لها السياح من مختلف انحاء العالم، وهي فيها سياحه علاجيه وسياحه شتويه. يعني موسم السياحه العلاجيه في سيوه بيبدا من 15/9 الى من 15/5 الى 15/9، ده موسم السياحه العلاجيه والدفن في الرمال والمياه الكبريتيه اللي بيجي لها السياح من مختلف انحاء العالم، بتعالج امراض كتير زي الروماتيزم والروماتويد والصدفيه والامراض الجلديه والحاجات دي. كمان بيبقى موسم السياحه الشتويه بتاعها بيبدا من 15/10 لحد نهايه شهر 4، بيبقى موسم هايل جدا، الناس بتستمتع هناك بالبحيرات المالحه والجو الجميل جدا اللي موجود هناك، طبيعه البكر اللي بنقول عليها يعني. طيب انتقالا من السياحه العلاجيه، خلينا نروح للسياحه الدينيه ومسار العائله المقدسه تحديدا، وواحد من اهم المسارات اللي هيكون ليه دور مهم في اضافه وجهه سياحيه جديده لمصر. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عنه. ما انا مع التليفون الاستاذ نادر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا محمد، صباح النور يا فندم، وصباح الخير لكل مشاهدين كل الكرة. زي ما جمانة كانت بتقول، مسار مهم جدا العائلة المقدسة. الدكتور وائل قال لنا خبر كويس، قال لنا انه التجلي الاعظم في سانت كاترين خلاص يعني شرف على الانتهاء، وده نقطة مهمة. عندنا التجلي الاعظم في سانت كاترين وعندنا مسار العائلة المقدسة، ازاي ممكن استثمار ده في جذب مزيد من السائحين المهتمين بهذا النمط من السياحة، السياحة الدينية. كويس قوي. هو يعني منظمة السياحة العالمية لما بتيجي تصنف تعداد السياح اللي بيزوروا العالم، زي السنة اللي فاتت زار العالم 1.4 مليار سائح. في بيوت خبرة بتصنف الأعداد دي اندرجت تحت أني أنماط. صحيح. وجدوا إن 27% من إجمالي عدد السياح دول بيندرجوا تحت
شريحة السياحة الدينية عموما. السياحة الدينية ده نمط مهم جدا، و27% ده يعني نسبة كبيرة جدا. ومصر لو ما جددتش الأنماط اللي بتشتغل عليها كسياحة مش هنصل بالاستراتيجية المرجوة ل 30 مليون سايح إلا بتنويع الأنماط. السياحة الدينية زي ما احنا بنشوف في السعودية بيستهدفوا في 2030 30 مليون ما بين سائح للعمرة والحج. 30 مليون ده رقم بس للسياحة الدينية، ده رقم كبير جدا. نمط السياحة الدينية في مصر احنا عندنا من الكنوز ومن الحاجات اللي ربنا حباها كميزة تنافسية مصر بتتمتع بيها دونا عن أي بلد أخرى في العالم، زي التجلي الأعظم، زي مسار العيلة المقدسة، زي مسار آل البيت، زي ظهورات السيدة العذراء اللي تجلت على كنيسة السيدة العذراء المطرية. وفي المطرية طبعا. فالأنماط دي أنا الدولة ابتدت تهتم بيها منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مخاليد حكم البلاد، وأولى هذا النمط اهتمام بالغ. الوزارة مشكورة بترمم المحطات المسار لأن كلها محطات من القرون الأولى، وعملت في ده عمل جليل. الطرق دلوقتي اللي بتأدي إلى المحطات هي طرق ممهدة وطرق كويسة جدا تسمح بمرور حفلات السياحة لزيارة هذه المحطات. مش كل المسار لأن في بعض محطات لم تطلها التطوير بعد، لكن إحنا لما بنتكلم على المسار بنتكلم على أحد أهم محطات المسار. أنت عارف أن محطة واحدة زي محطة المقطف في نهر الأردن دي بيزورها في السنة 1.5 مليون سائح. لا هو مشروع كبير جدا يا فندم الحقيقة، يعني زي ما حضرتك تفضلت هو مشروع بكل تأكيد كبير جدا. لكن دكتور وليد كان بيتكلم معانا أنه تقريبا خلاص المشروع تم الانتهاء منه، فعايز أعرف من حضرتك إحنا وصلنا فين في مشروع مسار العائلة المقدسة، وإمتى من المتوقع أن يتم افتتاحه؟ طيب مسار العائلة المقدسة ده نمط من السياحة الروحية، اللي الزائر اللي بيجي يزور هذا النمط ده بيبقوا كبار سن، مرضى مسنين بيجي يتباركوا من هذه الأماكن. الأستاذ وائل يمكن بيتكلم على ترميم المواقع، تم ترميمها بالفعل، الطرق ممهدة بالفعل، لكن احنا ينقصنا بعض أمور بسيطة جدا تتماشى مع احتياجات هذا النوع من الزائر علشان نستوفي احتياجاته أسوة بما يحدث في اللورد، بما يحدث في سانت فاطمة، بما يحدث في البلاد اللي سبقونا في هذه الأنماط. ودي احنا شغالين عليها يعني بالتعاون مع أجهزة الدولة. ميعاد افتتاح أو الإعلان عن افتتاح هذا النمط ده يسأل عنه الحقيقة الجهات المعنية مش أنا، يعني لابد أن يكون لا لو عند حضرتك لا يعني كان سؤالي في إطار إن لو حضرتك عندك معلومة. لا الحقيقة لا لم يعلم بعد عن التاريخ المحدد لافتتاح هذا النمط. طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد نادر جرجس خبير سياحي وعضو غرفة شركات السياحة، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا استاذ جرجس، ومره تانية بنشكر ضيفنا. وصلنا لختام الحلقه، احنا محتاجين نقعد اكتر نتكلم عن المزيج الفريد للسياحه المصريه زي ما حضرتك سميته، مزيج سياحي يضم طبعا سياحه دينيه وعلاجيه واثريه وشاطئيه وغيره، لكن للاسف وقت حلقتنا انتهى. بشكر حضرتك دكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، نورتنا وشرفتنا ودايما منورنا. صباح الخير، ربنا يخليك. شكرا دكتور.